رضع طفل وهو في سن الرضاع من جدته أم أمه، وعند خالته بنت يريد الآن الزواج بها، فهل تحل له شرعا؟ الرضاع من الجدة أم الأم 5 مرات في الحولين يجعله أخا لخالاته، وهن بنات الجدة، ولذلك لا يجوز له الزواج من بنت أية خالة، لأنها بنت أخته من الرضاع، فهي كبنت أخته من النسب. والحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله يقول في المحرمات وبنات الأخت، والله أعلم.